ايه رايك النهارده في وجود افتتاح الدوره الاولى لمهرجان البحر الاحمر؟ بقول لهم مبروك، الف مبروك. استقطبتي نجوم من على مستوى العالم، واحنا ده من مدى احترامنا للمكان ومدى احترامنا للفكره نفسها. الف الف مبروك، وان شاء الله يكون الفتره الجايه لنا افلام ونتنافس بيها مع بعض، ويبقى في اعمال مشتركه بيننا وبين كل الدول العربيه وفي السعوديه ان شاء الله. السوت بتاعتك حلوه قوي، بس لازم اقول لرانيا فستانها هيجن حياتي. ثانك يو ثانك يو روحي ثانك يو. ايه اللي جاي؟ هنشوفك في رمضان؟ لا لسه ما حسمتش الموقف، كان عندي مسلسل بس وقف السنه دي يعني، لكن عندي فيلم ان شاء الله هنشتغله على اول السنه مع الاستاذ خالد يوسف اللي هو اهلا بكم في باريس، وربنا ييسر ان شاء الله. ان شاء الله 2022 بتتمنى لها ايه؟ اتمنى لها ان كورونا تروح لحالها بقى وتسيبنا في حالنا، عشان اثرت وضيعت ناس عزيزه جدا جدا على قلوبنا. ف يعني ربنا سبحانه ان شاء الله يعني اكيد الحل بايديه يعني ان شاء الله. قوتنا النعمر دايما بتكسر الدنيا. مبسوطين بوجود الفنانين المصريين النهارده في افتتاح الدوره؟ اكيد كلنا مبسوطين جدا جدا، وان شاء الله يكون يوم عظيم ويكون يوم له انطباع غالي جدا على كل الفنانين اللي احترموا المكان وقبلوا الدعوه وجم من بيوتهم وجم من بلادهم عشان يجوا يقولوا لمهرجان البحر الاحمر الف مبروك ومزيد من التقدم ان شاء الله.